سيد حاتم وهي السيسي يقول بأن الجفرة وسرت خط أمن قومي عربي مصري أو 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 أو, أو مصري ليبي أو عربي. نتحدث هنا عن ما هي المخاطر المحدقة بالأمن القومي العربي في ليبيا وفي هذا الخط بالذات بعد حضور أو تواجد الغزو التركي غرب ليبيا. الدخول إلى مناطق سرت واحتلالها بواسطة الغاز العثماني التركي هو أمر واضح ولا يحتاج إلى نقاش، هو سرقة موارد الشعب الليبي والاستيلاء عليها وتحويلها إلى خزينة الدولة التركية وحرمان الشعب الليبي من مقدراته ومن موارده، وبالتالي هذا السرقة الواضحة. نعم، سألتك هذا سؤال لأن هناك من يؤول الأمر ويعني يعتد بأن مصر تريد فقط التدخل. طيب أسألك ولكن بشكل آخر، منذ أيام شاهدنا صورة الرئيس المخلوع محمد مرسي ترتفع في البرلمان التونسي، في غرب ليبيا تتواجد تركيا عنوة وعلنا أمام العالم، الرئيس المصري يحذر من الاقتراب من خط سرت والجفرة، القوات المسلحة أيضا موجودة وحتى الآن تحارب الغازي التركي. ألا تجمع كل هذه النقاط الخيوط عند حضرتك ويثبت لحضرتك بأن تركيا تنوي التقدم حتى وإن عشم إبليس في الجنة، ولكن حتى وإن تقدمت وسيطرت على كل ليبيا بالكامل، ماذا ستكون المحطة القادمة بعد ليبيا؟ أولا وهذا الأمر إن شاء الله لن يحدث ولن نسمح لذلك. ما ذكرت حضرتك أن الاستيلاء على سرت هو استيلاء على مقدرات الشعب الليبي والوطن العربي بالتأكيد، والتأثير على الاقتصاد الليبي وإدخاله الشعب الليبي في معارك طاحنة أهلية للحصول على لقمة العيش بعد أن يخطط الغازي العثماني سرقتها. الأمر الثاني الوصول إلى معسكرات جغبوب هو منطقة تمركز للغازي التركي وقاعدة للانطلاق لاستهداف جمهورية مصر العربية، وهو لن يحدث هذا الأمر. قول إن أنا أترك معسكرات جغبوب أو منطقة جغبوب ولقمة سائغة للغاز التركي، هذا الأمر يؤثر على تأثير عسكري واضح وصريح، وما يقتضيه ميثاق الأمم المتحدة في حالة دفاع شرع عن الدولة أو تأمين حدودها الاستراتيجية بعد طلب من الحكومة الليبية المعترف بها شعبيا أمام العالم. أعتقد أن الأمر لن يكون فسحة وسيكون الرد في منتهى العنف والقسوة والقوة، ويدل لذلك مثل ما ذكر السيد رئيس الجمهورية. نعم. أضيف أن لا توجد دولة تقاتل خارج أراضيها بآلاف آلاف الأميال إلا وسوف تمنى بهزيمة ساحقة. لدينا تجربة للمحتل الأمريكي في أفغانستان وخرج يذل أزيال الخيبة، كذلك الاتحاد السوفيتي. أي تدخل بنقل قوات للمسافة البعيدة يعتبر إنهاك للاقتصاد هذه الدولة. لا سيما وأن الحرب في أراضي غير أراضي مصر على العمليات تؤكد بما لدى مجال الشك خبرة عسكرية انهيار ودحر هذا الغازي وسقوطه ودفنه مكانه. الأمر الآن بالنسبة أعتقد أنها مسألة غرور لا يدرك عواقبها. القتال في الصحراء ليس من مهام القوات التركية ولن تعتاد عليه ولن تعرفه، فإذا دخلت في مستنقع الصحراء أعتقد أن الغالب ستكون الجيش الليبي المدعوم بالقوات المسلحة المصرية. نعم، إذن من القاهرة الخبير العسكري والاستراتيجي السيد حاتم صابر كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.